ما الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية لحل مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية، خاصة أننا علمنا في أخبار حديثة أن الشركة التايوانية تي سي أم سي ستفتح بالفعل مصنع في ولاية أريزونا؟ بالفعل دينا، هذه القضية هامة جدا للإدارة الأمريكية وتوليها كثير من الاهتمام على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى السياسي. في يوليو الماضي 280 مليار دولار أمريكي أقرهم مجلس الشيوخ في ميزانية كبيرة للغاية لهذه الصناعة. هذه الحزمة المالية الكبيرة دينا سوف تذهب منها 200 دولار فقط للبحث العلمي، وأيضا تذهب 80 مليار دولار لشركة أو مؤسسة البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. تواجه صعوبات كثيرة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر، وأيضا سعت بشكل آخر مع تايوان لأن يكون هناك مصنع. كما تفضلت، الاستثمارات سوف تصل إلى حوالي 22 مليار دولار أمريكي، وأيضا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف يعني الحرب الباردة كما تقال أو يتحدث عنها وسائل الإعلام بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في هذا السباق من الرقائق الإلكترونية، والتي تدخل كما تفضلت دينا والتقرير في جميع الصناعات الكبيرة مثل الطائرات والسيارات والهواتف المحمولة.